المخلصين اليوم وفي طليعاتهم الجيش الوطني الشعبي سري الجيش التحرير الوطني هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل تحقيق التغيير المنشود. فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الأبي. يكذب علنا. أصبحت الكلمة للشعب الجزائري الأبي. ياك حتى اللي ماشيين معاكم في المؤامرة، أقول المؤامرة، هذه المؤامرة المخزية، وهما جزء من النظام بشكل عام، هما جزء من النظام. الحزيبيات هذه مشاركين معاكم البلديات والولايات وما يسمى بالبرلمان والسينا، ما سمحتوا لهمش باش يقولوا لا، ما سمحتوا لهمش، مع أن اللا نتاعهم راح يتولي نعم، لكن ما سمحتوا لهمش. هذا شنقريحة اللي كلمنا على أول نوفمبر في الشعب الجزائري، راسل ابنه العام اللي فات، الصيف هذا اللي فات، طلعوه من كابيتان إلى كوموندو. حتى لما جاء، ودرك نعطي لهم وصف رح نعرفوا هذه الحقيقة، لما جاي يوضعوا له الرتبة على كتفه، قال له بن علي بن علي، ها يا سيدي، هانا درنا لك واش تحب، عطينا الشفيق، يعني ولد شنقريحة هذا اسمه شفيق، رتبة ما يستحقهاش. وين راه الآن؟ راهو في باريس. وش راه يدير؟ على أساس يدير ماجستير، ماستر في الجامعة. شحال يخلص؟ أقل شيء 10,000 أورو، وعلى الأرجح 12,000 أورو في الشهر. 10,000 أورو في الشهر أقل شيء هي 200 مليون بالدينار بالسنتيم. سكن خالص، سيارة خالصة، تذاكر خالصة، يحوس كما يحب. هاي الجزائر اللي يريدها شنقريحة، أن ابنه يكون عسكري لكن يكون في باريس. وبالمناسبة العام اللي فات رصب، كان المفروض يدخل العام اللي فات، زاد له عام. زيد بنت شنقريحة أرسلها إلى بريكسل في البعثة الطبية في سفارة الجزائر في بريكسل، وانسابوا وسهاروا، وابن عمه وابن خالته مانيش عارف إلى آخره. أما ابناء الشعب فأنا وأنا نحدث فيكم الآن، كاين جنود وكاين صف ضباط مش لاقيين العشاء، راهم خارجين كش ما يلقاو قرقوتي. هذو المحظوظين اللي مساكنين في المدن، لكن اللي موجودين في الجبال وموجودين في الصحاري وموجودين كثير منهم يبات جايع، والمحظوظ يلقى السانك سانك. هاي الجزائر اللي يحبوها، الجزائر اللي يحبوها أن أولادهم يتصرفوا وكانهم أمراء، انساهم وكانهم أميرات وهم سلاطين. الفيلات، السيارات، السهرات، الأموال، والشعب يعيش خديم عندهم. هذه الجزائر اللي هم يطالبوا بها، وهذه الجزائر اللي حابين يحافظوا عليها. وهذه المرة القوى الاستعمارية قالت لهم نريد الجيش أيضا، مش المال فقط، مش المصالح الاستراتيجية فقط. هذا تدخل في الشأن المدني ولا لا؟ هذا يمنع تمنع قوانينكم أم لا؟ عندما يدخل شنقريحة ويتحدث عن الدستور ويطلب الناس راحوا انتخبوا، أما أن هذا ماشي ما كاش مشكل، يعني تدخل فاضح واضح علني سافر في الشأن المدني. ما هم درتوا واجهة مدنية عاودتوا لما حطمها الشعب عاودتوا جبتوا واجهة مدنية. ما زال شنقريحة يخطب ويجي في التلفزيون، هو الأول يظهروه القنوات البقى هذا بقنوات المجرمين، نفس الشيء اللي كان يديرها القايد صالح من قبل. عبث، خبث، مكر، لكن الشعب راه يشوف. ونقولها لكم كما قلناها لأسلافكم اللي راهم اكثرهم في السجون أو في القبور، هذا الشعب لن يتراجع أبدا، لن يعود أبدا. قضية الحرية، اليوم تلاقيت مع زوج جزائريين في الطريق يعني، فوقفوني في اثنين وكانوا يخدموا،
يعني هم يخدموا في التنظيف. وقفوا الشاحنة نتاعهم وهبطوا سلموا عليا إلى آخره. واحد منهم قال لي أنا خلاص بالنسبة لنا قضية الحرية هذه أصبحت في تمشي في دمنا. وقال لي بالرغم أن الدستور هذا يعبثوا به، قال لي بصح أفضل ما يعجبني فيه هو هذاك الشعب الجزائري حر، ولد حرا ومصمم على البقاء حر. وأخذنا النقاش ربما حوالي 10 أو 12 دقيقة، وشعرت كم تعمقت الفكرة. هذو ناس بسطاء جزائريين بسطاء يشتغلوا هنا، كم تعمقت فكرة الحرية عند الجزائريين، فكرة أن هذا الوطن وطننا مش نتاعهم. أنا القضية مش قضية خبزة، مش قضية، لا، قضية كرامة وحرية قبل كل شيء. ومع ذلك فوطننا غني، وهذا البلاد عملاق، مقيد هذه البلاد عملاق حقيقي، ولديها إمكانيات هائلة أن تصبح أقل شيء دولة إقليمية كبرى. فإذا أضفنا لها خواتها في المغرب الكبير تصبح دولة عظمى، أقل شيء دولة إقليمية بكل ما تعنيه كلمة إقليمية. الحراك والثورة الشعبية فكرة، والفكرة لن تموت بإذن الله. صح تعطلوها وضعفوها، تشروا بعض الناس إلى آخره، لكنها لن تموت.